سلام عليكم. جون جوتمان اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت شرح ازاي بيتنبأ بالطلاق بس لما بيشوف اتنين بيتخانقوا. جوتمان بيقول ان لا الجدال ولا الخناق ولا حتى الصوت العالي هو سبب الطلاق، ولكن طريقة الجدال هي اللي بتبين لنا الجواز رايح على فين. 6 علامات حددهم جوتمان في كتابه المبادئ السبعة لإنجاح الجواز هم اللي بيبينوا لينا الجواز رايح على فين. أول علامة هي البدايات الساخنة، ودي بداية الحوار اللي بيكون بيتسم بالاتهام والسلبية وإلقاء اللوم على الطرف الآخر، لأن إحنا في النهاية بنبدأ سخنين قوي وبننتهي بعدم وصول لحل معين، حتى لو طرف واحد بس في الحوار بيعمل الموضوع ده. نقطة مهمة هنا إن ممكن يكون فعلا طرف من الطرفين عنده حق أو عنده وجهة نظر صحيحة في الكلام اللي هو بيقوله، ولكن الأسلوب اللي هو بيتبعه من الاتهامات وإلقاء اللوم والسلبية في الحوار بتحط حاجز كبير للوصول للحل في الخلاف ده. تاني علامة هي المدمرات الأربعة اللي اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات، فمش هنكررها المرة دي علشان ما نعيدش نفسنا، اللي عايز يسمعها يرجع للفيديو اللي فات. تالت علامة وهي الفيضان، اتكلمنا المرة اللي فاتت في آخر مدمرة من مدمرات الجواز وهي بناء الحاجز أو بناء الحائط، ولو فكرت فيها هتلاقي إن الإنسان عادة بيبني حائط علشان يحمي نفسه من الفيضان او الطوفان، او هنا بمعنى ادق علشان يحمي نفسه سيكولوجيا وجسديا من القهر. وده بيحصل لما اسلوب شريك الحياة يكون فيه سلبية حادة جدا، بحس من خلالها ان انا عاجز ان انا ادافع عن نفسي، فبالتالي الحل اللي قدامي ان انا ابني عازل او جدار عازل بيني وبين خطر الشريك اللي قدامي. والطوفان هنا معناه كل حاجة سلبية بزيادة، اتهامات، انتقادات، ممكن شتيمة كمان. وابل من الطوفان الطرف الثاني بيكون عاجز فعلا ان هو يدافع عن نفسه، فبيبني الجدار اللي يحمي بيه نفسه. رابع علامة وهي لغة الجسد، ولغة الجسد هنا تعني التغييرات الفسيولوجية اللي بتحصل في الجسد خلال الحوار، لان جوتمان كان بيحط علامات على الجسم علشان يقيس النبض والقلب والحاجات دي كلها، وكان بيلاقي ان بعض الازواج كانت بتوصل نبضات قلبهم ل100 وساعات 165، وبتحصل كمان تغييرات هرمونيه زي افراز الادرينالين اللي هو مرتبط برد فعل فايت او فلايت، يعني في خطر جاي قدامي، وممكن زياده في ضغط الدم، واوقات يبقى في عرق. وكل ده معناه ان عقل الطرف اللي بيحس الحاجات دي شايف ان الطرف الاخر مصدر تهديد عليه، زي بالظبط لما تلاقي حاجه خطر في الشارع اوتوماتيك القلب بيضخ الدم، نبضات القلب بتزيد، بيتفرز الادرينالين علشان تهرب من الخطر ده. ده معناه ان شريك الحياة شايف الشريك الاخر خطر ومصدر تهديد عليه، وده بالتالي بيوصل العلاقة لطريق مسدود. خامس علامة وهي فشل محاولات الاصلاح، وجوتمان بيقول ان دي علامة دقيقة لمستقبل الزواج غير الناجح، لان ال4 مدمرات اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت بيمثلوا 82% دقة في الطلاق، ومع فشل محاولات الاصلاح بتزيد نسبة دقة الطلاق الى 90%. وجوتمان بيقول ان من خلال سمع الزوجين وهما بيتناقشوا بيبان نمط محاولات الاصلاح، ان ممكن يقولوا طب خلينا ناخد بريك وبعدين نكمل كمان شوية، او استنى انا عايز اهدى شوية وبعدين نكمل كلام، او معلش ان انا صوتي عالي في المناقشة، او حتى ممكن تكون بابتسامة خفيفة. الحاجات دي كلها بتقلل من حدة الحوار بين الزوجين، وبتفرمل الوصول لمرحلة الفيضان، وبالتالي بتمنع حدوث التغييرات الفسيولوجية اللي ممكن توصل الجواز لطريق مسدود. سادس علامة وهي الذكريات السيئة، ودي بتحصل لما العلاقة بيكون فيها سلبية دائمة، بتكون استهلكت العلاقة، ما بقتش بتأثر بس على الحاضر والمستقبل، لا دي كمان للأسف بقت تأثر على الماضي. يعني ايه؟ يعني جوتمان لما اتكلم مع ازواج علاقتهم سيئة جدا لقاهم ان هم اعادوا كتابة الماضي، وكل واحد فيهم بقى يفتكر الحاجة السيئة اللي الطرف التاني عملها ايام الخطوبة، اول سنة جواز، اول ما تعرفوا على بعض، زي مثلا ده اتأخر نص ساعة على الفرح، او هي لبست الفستان اللي انا كنت رافضه، بقوا يمسكوا الغلطات على بعض حتى في الماضي، وممكن يوصل بيهم الامر ان هم يكونوا مش عارفين اختاروا بعض على اي اساس اصلا. انا مش عارفة اخترته ازاي، او انا مش عارف اخترتها ازاي، كان مخي فين وانا بتجوز. المشكلة ان ده بيكون المسمار الاخير اللي اتدق في نعش الحياة الزوجية، لانهم لو كانوا لسه عندهم ذكريات طيبة لبعض ممكن تقلل حدة التوتر او تلطف الجو بينهم. طيب ايه المطلوب مننا؟ بص على علاقتك وراجعها وقيمها، لان الهدف ان هي تستمر، وشوف هل فيها اي من العلامات الستة ولا لا،
واطلب المساعدة من متخصصين لو محتاج مساعدة، وما تطلبهاش من الأهل، لأن في الأغلب الأهل بيبوظوا العلاقة بدون قصد أكتر ما بيصلحوها. أشوفكم على خير، سلام.